مرحبا بكم متتبعي قناة تعلم واستفيد في أنشطة الاستثمار الصفحة 28. إذا النشاط الأول أملأ الأماكن الفارغة. إذا هنا لدينا مجموعة من الأفعال وهنا مجموعة من الضمائر، سنصرف كل فعل حسب الضمائر المقترحة. إذا نبدأ بالفعل لعب. إذا أنا لعبت، أنت ماذا سنقول؟ أنت لعبت. إذا أنت لعبت. أنت لعبتي. إذا أنت لعبتي. هو، إذا هو لعب. وهي لعبت. ثم لدينا قرأ. إذن أنا قرأت. إذن أنا قرأت. أنت قرأت. أنت ماذا سنقول؟ أنت قرأت. إذا أنت قرأت. ثم هو، إذا هو قرأ. وهي قرأت. إذا هي قرأت. نمر لي جلس. إذا أنا جلست. إذا أنا جلست. أنت جلست. أنت جلست. هو جلس. إذن هو جلس. وهي جلست. الآن كتب. إذن أنا كتبت. إذن أنا كتبت. أنت كتبت. إذن أنت كتبت. أنت كتبت. هو كتب. وأخيرا هي كتبت. أخيرا لدينا فتح. إذا أنا فتحت. أنت فتحت. أنت فتحتي. ثم هو فتح. وهي فتحت. إذن هكذا سنصرف هذه الأفعال مع هذه الضمائر. نمر للنشاط الثاني. إذا لدينا أقرأ وأحول. إذا دخلت مكتبة المدرسة وقرأت قصة مسلية. هنا لدينا دخلت. إذا أنت دخلت مكتبة المدرسة و شنو نقول؟ وقرأت. وقرأت قصة مسلية.
ثم أنت دخلت مكتبة المدرسة وقرأت قصة مسلية. ثم دخل، إذن هنا هو، إذن هو دخل مكتبة المدرسة وقرأ قصة مسلية. أخيرا دخلت، إذن هي دخلت مكتبة المدرسة وقرأت قصة مسلية. النشاط الموالي لدينا أحول حسب المطلوب. إذا لاحظوا عندي كتبت البنت، البنت كاتبة. إذا هنا عندنا كتبت هي الأولى والبنت هي الثانية. هنا رجعت البنت هي الأولى، ولكن هنا كتبت كانت فعل، هنا رجعت اسم. إذا كتبت البنت، البنت كاتبة. نعطيكم مثال، مثلا سألت البنت، البنت سائلة. نجحت البنت، البنت ناجحة. ثم هنا لدينا لعب خالد. إذا غنبداو بخالد، كيف ما بدينا هنا بالبنت هنا غنبداو بخالد ونديرو اسم من لعبة. إذا شنو غنقولو؟ كتب خالد، خالد كاتب. دخل خالد، خالد داخل. لعب خالد، خالد لاعب. نعم واضح، خالد لاعب. ثم بعد ذلك لدينا أحول وألون مثل. إذن بحال النشاط السابق عندنا نام الولد، الولد نائم. نعطيكم مثال آخر، مثلا قرأ الولد، الولد قارئ. خرج الولد، الولد خارج. ثم هنا عندي العكس، عندي الأستاذة حاضرة. إذن هنا غناخدو هاد كلمة حاضرة ونديرو منها فعل. إذن بحال نائم نام، حاضرة حضر، وعندي هنا الأستاذة. إذن شنو غنقول؟ حضرتي الأستاذة، الأستاذة حاضرة. إذن حضرتي، حضرتي الأستاذة، الأستاذة حاضرة. إذن حضرت الأستاذة، الأستاذة حاضرة. وهنا ممكن اللون هذه بالأحمر، إذن هذه حاضرة لونها بالأحمر بحالها بحال نائم، وهنا حضرت لونها حتى هي بالأحمر بحالها بحال نام. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة، شكرا لكم.